رح نبدأ ندير تلوين. التلوين اليوم رح يكون بالألوان المائية. اللون الأول اللي يبدأ به اللون الأزرق. انتبهوا معي، أول حاجة رح نديرها رح ندير لون الأزرق. تبعوا معايا باش نروحوا خطوة بخطوة باش ما نديروش الألوان كامل في وقت واحد. رح نبدأ باللون الأزرق، مفهوم؟ رح نبدأ باللون الأزرق. تبع معايا، هنا رح نستعمل أول لون هو اللون الأزرق. هذه المنطقة فقط لي باللون الأزرق لأني اللون فيها. الأطفال راهم كامل مركزين في التلوين. ريتاج فهمت مليح الدرس. خلاص انتهينا من الجزء اللي ملون باللون الأزرق الجزء الأول. علمتنا كيفاش نرسمه وكيفاش اللون بطريقة رائعة. الآن جزء الخطوة الموالية. الخطوة الموالية أنا مدابية اللون الأزرق باش ما كنغيروا اللون ما راحش يتغيرنا المزج تاع اللون اللي رانا فيه. إذا واش راح نديرو؟ بدينا بالأزرق، نكملوا كامل المناطق اللي راح نلونوهم بالأزرق، نكملوا نلونوهم باش هكا كي نجوزو لون آخر نجوزو مباشرة ليه. تبعوا معايا، راح نلون الشلال أيضا باللون الأزرق. هنا راح نمزج معاه اللون الأبيض. إذا لازم يكون اللون الأبيض أمام اللون الأزرق. نعم، لأنه شلال، نعرفوا بلي شلال راهو سريع الجريان. إذا راح نديروا اللون الأبيض باش يبان أنه المياه راهي سريعة. ثم نستخدم اللون الأبيض هنا بهذا الطريق. الأطفال فهموا كيفاش يديروا اللون والتفتيح للأبيض. عطاتنا كيف مزجنا الألوان وكيف نمزجوا الألوان والألوان اللي نستخدموها. بعد ما نلونوا الشلال راح نجوزوا نلونوا الفراغ هنا اللي هو السماء. راح نلونوا السماء باللون الأزرق أيضا. نستخدم الماء باش ندير تفتيح اللون. الآن هنا في الأعلى راح يكون أزرق عادي، أكم تبعوا. هنا الباقي كامل نستخدمو الماء باش يبان بلي راني درت تفتيح للون. هاكم تشوفوا كيفاش من بعد يجي تفتيح اللون. من الأعلى راح ندير أزرق غامق، وكل ما نحبط للأسفل راح نزيد نستخدم الماء باش يجي التفتيح تاع اللون. نقول لك يعني في الالوان كي تجي راح تلون كشغل في كي تولي هابط لون ضربه واحده، ولا كي تولي رايح من على اليسار لون ضربه واحده، ما تلونش من الفوق للتح ولا من اليسار لليمين.